آلاف الأطنان من المخلفات الحربية غير المنفجرة وعلى مساحات واسعة تنتشر في محافظة البصرة وخصوصا في الجنوب، وتفتك بالمزارعين والرعاة بشكل متكرر. بالنسبة للمخلفات الحربية الحقيقة ضررت مواطنين هواي، عندنا حالة من الحالات يعني راحوا بها تقريبا ضحايا تقريبا ثلاثة بسبب هي المتفجرات، لأن أكثر المتفجرات غير مرئية. الملوثات أو المخلفات الحرب من ألغام وعنقودية وصواريخ مخلفات الدبابات إلى آخره جاءت تحصد أرواح بالجملة من خلال المزارعين والناس المستطرة أو السفرات اللي ولكن ماكو عندنا ما نقول ما عندنا متنفس ان نروح شوي عن الاهالي الموجوده المحيطه بالحقول النفطيه. آلاف العراقيين حصدت الألغام أرواحهم أو بترت أطرافهم، ولم يجدوا في هذه المحنة رعاية من الدولة، لا في الطبابة ولا الخدمات ولا المعيشة. إحنا ناس متضررين ضرر كبير، والدولة ما قامت ملتزمات نهائيا، يعني أي شيء ما شايفين إحنا أبسط الأمور جاي نروح نراجع الدوائر الدولة. نلزم بسرعة حالنا حال الناس العادية ونتعب ونعاني، وأنا اللي شوفون يعني شوفون هذا وضعي. يودين يصعد طابق ثالث، تصعد طابق رابع، انزل جوا، روح لفلان، روح كذا، احنا في الدريد يعني سوينا تسهيل امور. إزالة الألغام مطلب شعبي من أبناء محافظة البصرة، ورغم تكرر المطالب بهذا الأمر إلا أن المسؤولين لم يستجيبوا. ناشدنا أكثر من مرة وجهات العلاقة لرفعها ولكن دون جدوى. هي طبعا هاي المناطق بعيدة عن المناطق السكنية صحيح، ولكن أكثرها مناطق زراعية وتعرف مناطق رعي للمواشي والأغنام. المواطنين أحيانا يطلعون يعني يخرجون من بيوتهم للزراعة وللرعي، فحدثت عندنا أكثر من حالة. كأنك تسير في حقل ألغام ليس مجرد مثل، إنما هو واقع في العراق وخصوصا في البصرة.